السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقال لا أكرم من حاتم، والمقصود به هو حاتم طيء المعروف بالكرم والسخاء والجود والبذل والعطاء، لدرجة أنه كان يجعل أحد غلمانه في الليل يوقد نارا من أجل أن تجرب هذه النار أي ضيف من ضيوف حاتم إن كان منقطعا في سبيله، حتى قال: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وعندما سئل حاتم قيل له: هل رأيت من هو أكرم منك؟ فقال: نعم، غلام استضافني في ليلة انقطعت فيها في بيته، وكانت له عشر من النوق، فذبح إحداها وقطع رأسها وجاء بالرأس مشويا بدماغه أي المخ، فقدمه إليه، فاستلذ حاتم الطائي طيب طعام المخ، فقال: ما ألذ هذا الغذاء والطعام. فقام الغلام من فوره فذبح النوق التسع المتبقية لديه، وطبخ ما فيها من أدمغة، وجاء بها إلى حاتم، حتى إذا أصبح الصباح جاء حاتم، فماذا رأى؟ رأى نهرا من الدماء، فلما سأل قيل له: إنها النوق العشر التي ذبحها الغلام أو نحرها الغلام الليلة السابقة من أجل أن يكرم حاتما بما فيها من أدمغة أو أمخاخ. فقام حاتم من فوره وذهب إلى قومه، ثم أرسل بمئة ناقة عوضا لهذا الشاب الذي كان سخيا. فقيل له: بل أنت أكرم منه، إذ إنه نحر عشرا وأنت أعطيته مئة. فقال: بل هو أسخى مني، لأنه قدم كل ما يملك وأنا قدمت بعض ما أملك. جاء الإسلام وعزز هذه المعاني كمعنى السخاء والإيثار. قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه البحيرة جزء من نهر هان بمدينة سيول في كوريا الجنوبية في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر مارس 2017 للميلاد.